نشرت صحيفة الوطن البحرينية الحلقة التاسعة من سلسلتها الوثائقية عن تاريخ الزبارة، حيث تستعرض الحلقة رعاية الدولة الخليفية للصناع والحرفيين في الزبارة، العاصمة التاريخية لشبه جزيرة قطر وجزر البحرين، وذلك بفضل سياسة الدولة التي شجعت على توافد العديد من الفئات التي يحتاجها المجتمع في الزبارة لممارسة الأنشطة الحيوية المتنوعة. إننا في البحرين نعيش شعبا واحدا منذ القدم، وكنا معا منذ تواجدنا في الزبارة سنة وشيعة، وأتينا البحرين معا. من كلمة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه خلال استقباله مجموعة من الصحفيين. منذ تأسيس الزبارة على يد الشيخ محمد بن خليفة الكبير، أراد حكامها أن تكون رمزاً ومركزاً للتعددية الثقافية والفكرية والدينية والمذهبية، وكان لهذه السياسة بالغ الأثر في هجرة القبائل والحرفيين إلى الزبارة من أجل العمل والاستقرار، وتوافد عليها جموع من مختلف الأصول والطوائف. وفي ذلك يقول محمد التاجر عن الدولة الخليفية في الزبارة: فقد عمرت بهم الزبارة وازدهرت بنوع من الحضارة والعمران، وتسابق الناس لسكناها من البحرين وقطر والكويت وعمان. ونظرا لأهمية الصناعات الحرفية التقليدية والتي تشكل عصب الاقتصاد في حقبة تأسيس الدولة الخليفية في الزبارة، فقد اتسمت سياسة الدولة بتشجيع ورعاية توافد العديد من الفئات التي يحتاجها المجتمع في الزبارة لممارسة الأنشطة الحيوية المتنوعة. ومن أبرز الشواهد التاريخية على استفادة الزبارة من رعاية الدولة للصناع المهرة في مختلف القطاعات: الإبداع في التصميم والبناء، سواء للمباني والقلاع أو للأسطول البحري الضخم. كان الحرفيون في تلك الحقبة التاريخية عبارة عن مجموعة من الأسر توارثت الحرفة والصناعة التقليدية أباً عن جد، وكان لبعض هذه الأسر الحرفية علاقات متجذرة مع العائلة الحاكمة منذ تأسيس الدولة في الزبارة، وقد انتقلوا في فترات لاحقة من الزبارة إلى جزر البحرين بعد افتتاحها. ومن أبرز هذه الأسر كانت أسرتي الصاغة والحياك. يتحدث الباحث عبد الله آل سيف عن أسرة الصايغ فيقول: نزح بعض أفراد هذه الجماعة إلى الزبارة بشبه جزيرة قطر وسكنوا هناك وأقاموا علاقات قوية مع آل خليفة، وقد مارس الصاغة نفس حرفتهم التي كانوا يمارسونها في نجد والزبارة، وهي صياغة الذهب والفضة وصناعة السيوف وزخرفة مقابضها. نحن عائلة بحرينية، عائلة الصايغ، هي ذي المهنة كانت مهنة أجدادنا، توارثناها من حوالي 200 سنة، وانتقلنا من الزبارة ويا الخليفة للبحرين، وابتدينا من هالفترة شغلنا بالسيوف أباً عن جد لما وصلت حق جيلنا أو الجيل الأخير حالياً. وعن استقرار عائلة الصايغ في المحرق يقول الباحث عبد الله آل سيف: وكان قدوم جماعة الصاغة الأخرى مصاحباً لقدوم الشيخ عيسى بن علي، وسكن الجميع آل خليفة والصاغة متجاورين في المحرق. عائلة الحياك أيضاً من العوائل العربية التي انحدرت من إقليم نجد إلى الزبارة في شبه جزيرة قطر، وانضم جد الحياك الحاليين والمهاجر إلى الزبارة لإحدى القبائل المتحالفة مع الدولة الخليفية في الزبارة، وقد امتهن الحياك خياطة الملابس العربية واليدوية وتحديداً حياكة البشوت. ومن الزبارة انتقلت أسرة الحايكي إلى جزر البحرين.
عندما جاء الشيخ عيسى بن علي آل خليفة إلى البحرين، صحبه حلفاء آل خليفة من القبائل والجماعات الأخرى، ومنهم أحفاد وأبناء الحايكي جد الحياك الأول، حيث سكنوا في مدينة المحرق، والحياك الحاليين يرجعون في نسبهم إلى جدهم الأول ناصر حسين الحايكي، وهم ثلاث عوائل النايم والمبارك والحايكي، حيث عاشوا معززين مكرمين من قبل شيوخ البحرين نظراً لما حظوا به من مكانة مرموقة لديهم. كما انتقلت من الزبارة إلى البحرين جماعات حرفية أخرى. كانت الجماعات الأخرى كالبنايين والصاغة والحدادة والسكران وغيرهم يعتبرون جماعة واحدة، بعضهم سمي نتيجة للمهنة، وبعضهم لصق به اسم أجداده القدماء كعائلة السكران التي يرجع نسبها للصحابي الجليل الشهيد في معركة مؤتة. إن هذا الاندماج الاجتماعي والديني في الزبارة الذي أسست له ورعته الدولة الخليفية كان الباعث الأكبر للترحيب بالحكم الخليفي الذي امتد من شبه جزيرة قطر إلى جزر البحرين. فكان الفتح الكبير على يد الشيخ أحمد بن محمد الفاتح طيب الله ثراه.